صلى نيافة الحبر الجليل الأنبتكلة أسقف دشنة وتوابعها يوم السبت الماضي رفع بخور عشية عيد نياحد القديس العظيم الأنبتكلة هيمنوت الحبشي بكنيسته بدشنة، وشاركه الصلاة عدد من الأباء الكهنة وبعض الشمامسة، كما قام نيافته بتطيب رفات القديس أثناء الصلاة. نتابع. القديس أنبتكلة هيمنوت الحبشي، احنا عندنا مسبح في المطرانية على اسمه، و احنا واقفين قدام الستر بتاعه وفي جزء من رفاته موجوده هنا. احنا بنحتفل طبعا بيه مرتين في السنه، مره يوم 24 كياك وده تذكار ميلاده، والمره الثانيه 24 مسرى اللي هو 30 اغسطس ده عيد نياحته. واحنا بنزف الجسد هنا وبعد ما نطيبه وبنعمل له تمجيد لائق بيه. يعني احنا عندنا في الإبرشية بدأنا الصلوات، عودة الصلوات في الكنائس من يوم 20/7، وبدأنا بكل الإجراءات الاحترازية المطلوبة والواجبة، فعملنا في كل الكنائس كشافة موجودة بتتابع الحجز بتاع الناس للقداسات، بحيث انه يبقى كل قداس فيه 25 شخص فقط، وبيروح الشخص معاه كارت وبيشوف ويتأكدوا الكشافة من ان اسمه فعلا موجود النهاردة، بيقيسوا الحرارة بتاعته، بيدوله كحول في ايده، لازم يبقى لابس كمامة، في سجادتين، سجادة مبللة وسجادة ناشفة، بحيث يدوس السجادة الاولانية وبعدين ينشف رجله ويخش الكنيسة. في اماكن مخصصة على الدكك للجلوس فيها تباعد اجتماعي مناسب، وبرضو في الطرقات أماكن للوقوف، في علامات في الأرض عاملينها بحيث إن يبقى في مسافة كافية ما بين كل واحد واللي قدامه وقت المناولة. إحنا عندنا الكنائس في الإبرشية كنا بنتابع طول الفترة اللي فيها فيروس كورونا مانع الكنائس إنها تفتح أو الخدمة إنها تشتغل، كنا بنتابع من خلال الواتساب ومن خلال الفايبر ومن خلال زوم، وكنا بنتابع مع الولاد والمهرجان بتاع الكرازة والخدمة، وكان غالبية الكنايس كانت بتتابع مع أولادها من خلال نفس وقت مدارس الأحد، كان بيتعمل فقرات كل خادم في مكانه وكان في كلمة روحية وهكذا. سجلنا كم كبير جدا من الوعظات، وعظات كانت خاصة بالصوم الكبير، صوم يونان وزوال الآلام وعيد القيامة، ولما دخلنا في صوم الرسل سجلنا عظات خاصة بثمار الروح القدس، ولما جه صوم أمنا العذراء سجلنا 14 وعظة عن أمنا العذراء، كل يوم كانت بتذاع وعظة. اهتمينا في الأول إن يبقى العدد 25 في كل قداس، وبعد كده مع بداية صوم أمنا العذراء بدأ العدد يزيد لغاية 50، وعملنا قداسين في اليوم بحيث انه يقدر اكبر عدد ممكن يحضر تعويضا عن الوقت اللي كانت الكنائس فيها مقفولة.